نشرت بعض الصحف والمواقع ان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي كان طلب منك الحصول على موافقه رئيس نادي صن داونز قبل اتمام التعاقد، حرصا على العلاقه الطيبه والوطيده بين النادي الاهلي ونادي مولودي صن داونز. تعليقك على هذا الكلام. It is very important that to make sure that the two big clubs have a very good mutual respect moving on. وطبعا مهم جدا ان الناديين الكبار زي النادي الاهلي والنادي مولودي صن داونز يحافظوا على علاقات الاحترام المتبادله ما بينهم. And Captain Bibo has highlighted that and the board that it is important that Ali has a good name inside and outside. So it's important that we respect Mamelodi Sundowns and we have spoken to the president of Mamelodi Sundowns. I think you have read it on the newspapers where he wishes me all the luck to come to Ali. It's all in the media, it's all on social media, it's everywhere. So that has been addressed. طبعا وكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره اظهروا يعني بينوا الاحترام المتبادل اللي بتعاملهم واتصالهم بالرئيس النادي صن داونز عشان ياخدوا موافقته، ودي حاجه كويسه بتبين قد ايه النادي الاهلي نادي كبير وعظيم وعنده مبادئ. رئيس نادي صن داونز رحب، ما كانش عنده اي مشكله، واتمنى لي حظ سعيد ان انا اجي اماره في النادي الاهلي، وانتوا اعتقد قريتوا كلكم ده في الاعلام وشفتوه على التواصل الاجتماعي.